رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه أجمعين. هذا يوم عيد كما قال رئيس حزب الحرية والعدالة وهو محمد مرسي، قال هذا يوم عيد، عيد في مصر أننا نرى عرسا ديمقراطيا لم يكن مزيفا ولم تأتي النتيجة كما كان يفعل المصريون من قبل في الإعلام وفي الصحف وفي كل مكان، يتوقعون النتيجة قبل إخراجها وقبل صدورها. اليوم الشعب يحتار ويفكرون من الفائز، من الفائز اليوم، لأنه لم يكن مرفوضا كما كان من قبل أن الفائز هو الرئيس السابق المخلوع مجموع 99.9%. اليوم الشعب كله يعبر عن إرادته وعن حريته وعن رأيه بحرية وطلاقة، لا إجبار ولا إكراه، حتى رأينا الصغير والكبير اليوم كله يريد أن يشارك حتى تنتقل مصر من المرحلة التي هي فيها إلى المرحلة الانتقالية، بعد أن سعد المصريون بانتخاب مجلسي الشعب والشورى وعبروا عن إرادتهم وأتوا بمن يعبرون عن رأيهم وأتوا بمن يثقون فيهم. اليوم الشارع المصري يأتي للمرة الثالثة في رئاسة الجمهورية لكي يعبر عن رأيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي رئيس يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية، وأن يكون له برنامج وله تاريخ نظيف وأيادي طاهرة تعبر عن طموحات الشعب التي يتمنى أن يعيش في أمن وسلام ورخاء، ليس في شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.